صباح الخير والعافية عليكم مشاهدينا وين ما تكونون، مشاهدينا ومتابعين برنامج مورنينج لاي مثل ما عودناكم يوميا. حلقة جديدة اليوم راح نحكي ونتناول مواضيع جدا مهمة، عسى ولعل انه تفيد اليوم المواطن ويتعلم من عنده بعض التوعية ويكتسب منها الثقافة. خلينا نتعرف على مواضيعنا لحلقتنا لهذا اليوم. موضوعنا الأول والرئيسي راح يكون شهر أكتوبر مستمر بالتوعية ضد الأورام السرطانية. احنا نعرف انه شهر أكتوبر او الشهر هذا بالذات تنتشر به ثقافة او تنتشر به الحملات والتوعية ضد سرطان الثدي. اليوم اكيد راح تكون ويانا الضيفة الدكتورة مروة فلاح حسن، اختصاص طب الأورام. ننتقل إلى موضوعنا الرئيسي الثاني، واللي هي راح تكون ما هي الضمانات والحقوق التي وفرها القانون للمتهم الموقوف. راح يكون ويانا الضيف الأستاذ محمد العقيلي، محامي. موضوعنا الثالث والرئيسي راح يكون لحلقتنا لهذا اليوم، ما هو دور الشباب في الإعلام المعاصر؟ اليوم أيضا راح نكتسب مواضيع وأسس رئيسية من خلال الضيفة فاطمة العتابي، إعلامية. موضوعنا الرئيسي الآخر راح يكون، هل توجد فرص التمثيل للشباب في العراق؟ أيضا راح يكون ويانا الضيف جلال الرسام، ممثل. وإحنا نعرف إنه العراق بطاقات شبابية من الجانب التمثيلي، الجانب الرياضي، الطبي والهندسة وغيره كثير من الطاقات الشبابية اليوم اللي عندهم معرفة كاملة. اليوم أكيد راح نتحدث بخصوص طاقاتنا الشبابية خاصة من الجانب التمثيلي. راح يكون ويانا جلال الرسام. نرجع لموضوعنا الرئيسي الأول مع شهر أكتوبر واللي هو شهر خاص بالتوعية. للأسف بعض النساء ما عندهم معرفة شنو هو الثقافة أو شنو هي توعية الأورام السرطانية أو ما هو الفحص المبكر. راح نعرف تفاصيل أكثر ويا الدكتورة مروة فلاح حسن. اليوم راح نسألها بعض الأسئلة وراح تكون ويانا موجودة بالبرنامج والاستوديو. أهلا وسهلا بيك دكتورة مروة فلاح حسن، اختصاص طب الأورام. اليوم احنا بحاجة انه نكتسب بعض المعرفة. تفضلي، نورتينا ونورتي برنامج مورنينج لايف، صباح العافية عليك دكتورة. احنا اليوم نريد نكتسب بعض نقاط مهمة من خلال حضرتك، كونك انه انت دكتورة اختصاص طب الأورام. للأسف بعض المواطنات ما عندهم خبرة للفحص المبكر او ما هو اصلا التوعية والثقافة اللي اليوم نفتقدها بعض الفئات بخصوص الأورام السرطانية وخاصة تحديدا شهر أكتوبر. اريد اعرف من حضرتك دكتورة، ما هي الأهداف الرئيسية لحملة التوعية بسرطان الثدي في شهر أكتوبر تحديدا؟ مبدئيا صباح الخير جميعا. الحقيقة شهر أكتوبر هو شهر توعية عن سرطان الثدي. نعم. الهدف الرئيسي هو توعية الناس بخطر الإصابة بمرض سرطان الثدي، لأنه الأرقام الخاصة بسرطان الثدي صارت جدا مخيفة. يعني احنا ب 2022 منظمة الصحة العالمية أعلنت عن إصابة 2,300,000 امرأة حول العالم بسرطان الثدي، من بينهم 670,000 حالة وفاة. هذه أرقام مهولة. وبالمقابل بالعراق أصلا سجلنا في سنة 2022 حوالي 8,184 حالة إصابة بسرطان الثدي. ممكن تسأليني أنه هذه أعداد كبيرة، أي مقارنة بمرض ممكن يكشف عنه مبكرا، والكشف المبكر يساهم إلى حد كبير بزيادة نسبة الشفاء. يعني المرحلة الصفرية لهذا المرض قبل أن تتحول الخلايا إلى خلايا سرطانية تصل نسبة الشفاء فيها إلى 100%.
المراحل الأولى والثانية تصل إلى أكثر من 90% نسبة الشفاء. نعم. إذن الهدف الأساسي هو الكشف المبكر عن هذا المرض، رح يساهم جدا في زيادة نسبة الشفاء وتقليل نسبة الوفيات. للأسف يعني دا نشوف هاملين هذا الموضوع دكتورة. نعم. يعني أنا كلش قليل أشوف. صحيح. يعني فقط بشهر أكتوبر تحديدا تصير الحملة للتوعية أو للكشف المبكر لسرطان الثدي. صحيح. يعني شنو السبب دكتورة، ليش اليوم بعض النساء ما مهتمين بالجانب الصحي مالتهم تحديدا بسرطانات الثدي؟ يعني هو يمكن العامل لانه هو موضوع جدا خطر، يمكن لانه الحياه اصبحت جدا صعبه، يعني يكون المراه مشغوله بكثير من الهموم غير الاهتمام بصحتها، ويمكن احنا شويه جانب الاعلامي والتوعوي بعده لم ينضج كثيرا يعني في هذا الموضوع، يعني ممكن اذا فعلنا اعلاميا الموضوع زدنا عدد الندوات وال يعني مناسبات التوعية عن هذا المرض ممكن الأمور تصير أفضل. أيضا يعني كلش قليلة هذه الفعاليات المهرجانات أو حتى الإعلانات اللي اليوم تحفز المرأة. صحيح. العراقية أنه تروح تراجع طبيب أخصائي أو تعمل الفحص المبكر. زين دكتورة أريد أسأل حضرتك اليوم، أريد أعرف بالذات ليش يتم اختيار شهر أكتوبر لسرطان الثدي، يعني مو فقط بالعراق حتى بجميع أنحاء العالم. والحقيقة في سنة 1985 في شهر أكتوبر حدثت شراكة ما بين الجمعية الأمريكية للسرطان مع إحدى شركات الأدوية، كان الهدف هو الترويج لفحص الثدي بالأشعة السينية اللي هو إحنا اليوم الماموغرام، اللي هو حجر الزاوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. ومن يومها انطلقت حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي. إحدى يعني السيدة الأولى في أمريكا للرئيس الأمريكي جيرارد فورد، بيتي فورد، الحقيقة أصيبت بسرطان الثدي، تبنت هذا الموضوع لأن هي نجت من سرطان الثدي، فتبنت التوعية لهذا الموضوع. من يومها صار من شهر أكتوبر هو شهر التوعية. طبعا أنا ما أحب يكون هذا الشهر فقط هو للتوعية عن سرطان الثدي، يعني هيك يعني موضوع مهم وأساسي وهالكم الهائل من الإصابات. اليوم عندنا فضول احنا، لماذا يعني شهر اكتوبر تحديدا يلا تنتشر الثقافه للفحص المبكر؟ صحيح، هو لانه يمكن عالميا ان هذا الشهر ارتبط بهذيك الحادثه يعني في منذ سنه 1985، لكن احنا هم مطلوب اعلاميا ان نسلط الضوء في كل شهر على مخاطر الاصابه بهذا المرض، وخصوصا احنا اذا كشفناه مبكر فاحنا دا نحكي عن نسبه شفاء جدا عاليه. هاي هنا لازم نوجه رسالة إلى المواطنات إنه إحنا لازم. صحيح. نخلي هذا الفحص المبكر يعني دورة موجودة رئيسية أو عامل رئيسي موجود بحياتنا، حتى اليوم ممكن أقلل نسبة عدم الإصابة بهذا المرض. نعم. أو ممكن نسبة الشفاء اليوم ترتفع عندي. صحيح. يعني أشوف كثير الصراحة من النساء العراقيات دي يفقدون حياتهم بسبب هذا المرض الخطير واللي هو الكانسر. نعم. للأسف يعني ما عندنا ثقافة أو توعية تجاه هذا. صحيح. يعني إحنا مثلا دا تجينا هواي حالات إنه المرض متقدم وصل مرحلة رابعة وهي ما عندها يعني أي حتى بأعمار صغيرة دكتورة. اليوم سرطان الثدي لا سامح الله ممكن يصيب فئات صغيرة من العمر. إحنا الكلام لحد سنة 2022 إنه سيدة من أصل 8 سيدات بالعالم بعد عمر 80 معرضة للإصابة بسرطان الثدي. اليوم لا، دا نشوف حالات انه اقل من 40 اقل من 30، يعني نسب جدا مخيفة. يعني بعيد عن المحاور والاسئله اريد اسالك سؤال، زين شنو الفرق يعني ما بين السنوات الماضيه وهي السنوات الحاليه؟ يعني دا نشوف انه اعمار صغيره سابقا ما كان اكو سرطان ثدي او حتى يعني للرجال وللنساء ايضا. صحيح. صحيح. لكن هسه دا نشوف اكو فئات عمريه صغيره دا تنصاب بسرطان الثدي حتى الرجال، يعني بعيد عن موضوع. صحيح. النساء اريد اعرف شنو السبب. يعني هو احنا اولا على مود نعرف السبب، احنا اول شيء لازم نفهم المشاهد ان 80% من حالات الاصابه بسرطان الثدي تحدث فقط بدون اي سبب، 20% تعزى الى اسباب متعدده واقل من 20%. اعتقد انه قبل ما كان يعني الكشف عن هذا المرض، يعني مثلا الأعمار الكبيرة ممكن يوصلون لحد الوفاة وهم أصلا إحنا ما نعرف هل مصابات بسرطان الثدي أو لا. زائدا هسه النظام الغذائي ارتبط يعني السمنة، انتشار السمنة واحدة من العوامل، انتشار التدخين للرجال والنساء كلها من عوامل مؤثرة ممكن تؤدي إلى إصابة بسرطان الثدي للأسف. زين دكتورة أريد أعرف الأنشطة. نعم. والفعاليات
يعني اللي دا تصير داخل العراق، بس يعني الخاصة لتوعية سرطان الثدي أو الفحص المبكر. صحيح، إحنا يعني بشهر أكتوبر أغلب زملائي زميلاتي، شو الفعاليات من اللي يسويها أو البروشورات اللي تنتشر حتى اليوم أنا أوعي المواطن؟ صحيح، إحنا يعني أغلب زملائي زميلاتي في شهر أكتوبر يكون جدولنا مزدحم يعني بالندوات والمحاضرات لتوعية المواطن. أي خلال هذه الفترة باعتبارها فترة عالمية، يعني العالم كله مشغول بالتوعية عن سرطان الثدي، فنحاول نستغلها قدر الإمكان. هناك الكثير من التجاوب من المؤسسات الحكومية ومن حتى المؤسسات غير الحكومية اللي بادروا أصلا بإجبار الموظفات، أو يعني لأنه إحنا سرطان الثدي 99% للنساء مقابل 1% في الرجال، فالغالبية النساء هم اللي يخضعون للفحص يعني. فأكو هواي يعني مؤسسات حكومية وغير حكومية أجبرت موظفاتها على إجراء الفحص، والحقيقة دعونا للعديد من الندوات والمحاضرات حتى نوعي المرأة بخطورة هذا المرض. كلش ممتاز، يعني اليوم احنا لازم ننشر الثقافة مثل ما ذكرت. بالضبط، يعني أكيد من خلالكم كأطباء اختصاص بالأورام والسرطانات. زين دكتور، أريد أعرف شنو الإرشادات اللي اليوم يمكن النساء اتباعها للوقاية من سرطان الثدي؟ كيف ممكن أنا اليوم أحمي نفسي من سرطان الثدي، أو شنو الإرشادات الصحية اللي ممكن أنه أنا ألتزم بها؟ يعني هو أكو عوامل ممكن السيطرة عليها، إذا يعني ممكن أنه مثلا اللايف ستايل، طريقة العيش بصورة عامة تتغير إذا هي لها جزء بسيط من إصابة سرطان الثدي، مثلا التشجيع على الرياضة، الغذاء الصحي، ترك يعني السجائر يعني، أو التدخين يعني. التدخين بصورة عامة، وأيضا النساء اللي يستخدمون موانع الحمل وخصوصا موانع الحمل الهرمونية معرضات لإصابة بسرطان الثدي أكثر من غيرهن، يعني التثقيف بهذا الجانب كلش مهم. زين دكتورة، اليوم يعني أغلب النساء هن يعني مجبرات انه يتناولن حبوب منع الحمل، زين الطبيب اليوم شلون ممكن يكتب لها، او الطبيبه يعني يتم تناول حبوب منع الحمل وهو يعرف انه باضرار ممكن جانبيه؟ اولا هي الفتره الزمنيه، يعني هي ما بمعدل 8 سنوات يعني واكثر، مقياس معين، على مقياس معين. ثانيا اكو طرق متعدده لمنع الحمل يعني غير الاساليب الهرمونيه، يعني هي المشكله فقط في حبوب منع الحمل الهرمونيه، مو الوسائل الاخرى يعني. فهنا يجب توعية المواطن، أولا المواطنة عدم أخذ حبوب منع الحمل الهرمونية، ممكن نستعاض عنها بوسائل منع حمل أخرى. وثانيا أنه توعيتها على المدة الزمنية المستخدمة، يعني ما معقولة أنه يعني هناك أنت تستخدمها أكثر من 8 سنوات أو أكثر من 4 سنوات. صح، لازم وصفة طبية، أو لازم أراجع عن اليوم طبيب مهما الأمور يعني الصحية متدهورة عندي، لازم أنه أنا أراجع طبيبة أخصائية حتى اليوم. نعم، تكتب لي الحبوب منع حتى اليوم أنا أحافظ على نفسي وأحافظ أنه اليوم ما يتم إصابة بسرطان الثدي. إحنا المواطن عنده جانب كبير. نعم، من الوعي. يعني إحنا مثلا من نريد نبلش أي علاجات من ضمنها علاجات الكيميائية والهرمونية حتى علاج الشعاعي، سألنا على التفاصيل دقيقة بالآثار الجانبية لهذه الأدوية. فأعتقد أنه ايضا لازم يكون حبوب منع الحمل وغيرها من وسائل منع الحمل الاخرى، وايضا اي ادويه اخرى ممكن أخرى. تكون نعم. سبب في، يجب ان يكون المواطن اكثر ادراكا في البحث عن الاثار الجانبيه، اسال طبيب شنو الاثار الجانبيه، شنو المده اللي ممكن استخدمها بها. للاسف يعني احنا دائما نحكي ببرنامجنا برنامج مورنينج لايف، يعني بعض المواطنين ما يرجعون للطبيب حتى ممكن انه اني اعالج فعلا المرض اللي دا امر به، او الازمه الصحيه اللي دا امر بها. للاسف يا اما يتجهون الى المضمد، او يتجهون الى الصيدلي. صحيح، او عن طريق جوجل ممكن اني اشرح له حالتي، بالتالي ممكن هو يعطيني وصفه علاج. صحيح، لكن اني ما اعرف المعايير او المقاسات المطلوبه، او شنو هذا العلاج، هل هو مضاد يعني من راح يدخل داخل جسمي، هل راح يوالي مشاكله، شنو اثاره الجانبيه فعلا. نعم. اي نعم. زين دكتور، أريد أعرف اليوم شنو الفحوصات اللي تساعد على كشف سرطان الثدي؟ يعني أكيد أكو فد يعني فحوصات خاصة بهذا. صحيح، المرض. صحيح. إحنا الفئات العمرية اللي هي أكثر من 40 سنة من النساء ننصح دائما بإجراء فحص الماموغرام، اللي هو الأشعة الخاصة بالثدي، يسمى أشعة الثدي.
النساء اللي هم أقل من 40 سنة، ما بين 30 ل 40، أو الأقل من 30 سنة، اللي عندهم تاريخ عائلي. يعني إحنا اليوم هسه نشوف تجي مثلا البنية وأمها وخالتها وإلى آخره، حتى على مستوى فنانين وفنانات ممكن تكون هي مصابة وأمها مصابة. يعني قبل فترة سمعنا عن فنانة كندة علوش أيضا، نعم، والدتها هي ووالدتها انصابوا بنفس الوقت. إذا هناك تاريخ عائلي بالموضوع. هؤلاء يجب أن يخضعوا للفحص المبكر بعد عمر 25 سنة. إحنا 25 سنة إلى 40 سنة لا يكون الثدي، يعني هاي فئات عمرية محددة. نعم. بعد ال 40 ممكن بالماموغرام، قبل ال 25 إلى 40 سنة عادة الماموغرام يكون غير دقيق. هنا رح يعني نرجع للفحص. دكتورة، أنا اللي فهمته من حضرتك إنه أكو كل فئة عمرية فحص خاص. فحص خاص يفضل إجراءه في هذه الفئة العمرية. زين، الفئة اللي ما بعد ال 40 سنة جماعها تخضع للماموغرام أشعة الثدي، واللي تحت ال 40 سنة؟ تحت 40، هؤلاء اللي هم من 25 إلى 40 سنة، نعم، يمكن إجراء فحص السونار العادي. وفي الحالات اللي وجود تاريخ عائلي جدا قوي اللي ذكرنا، أو وجود عوامل خطورة كلش قوية، ممكن نروح لإجراء فحص الرنين المغناطيسي. الرنين المغناطيسي هو أدق فحص، لكن طبعا تكلفته ما ترهم مع الكشف المبكر. فإما إجراء السونار، أو في الحالات اللي وجود تاريخ عائلي قوي ممكن إجراء الرنين المغناطيسي للثدي. يعني حسب التكلفة اليوم اللي موجودة، نعم، داخل العيادات طبعا. يعني هي عالية الفحوصات؟ أريد أعرف مثلا أنه اليوم المواطنة، تعرفين إحنا كوضع اقتصادي متدهور، صحيح، يعني مو الكل اليوم وضع الاقتصادي ممتاز، فهل هي عالية التكلفة اليوم الفحوصات؟ هو أصلا الفحوصات الماموغرام وغيرها متوفرة في المؤسسات الحكومية، يعني هناك في أغلب المؤسسات الحكومية كشف مبكر عن سرطان الثدي خصوصا عن طريق جهاز الماموغرام، هذه متوفرة مجانا. أنا ليش تكلمت عن الرنين؟ الرنين بصورة عامة، نعم، على مستوى العالم ما ممكن إجراء كشف مبكر بجهاز الرنين، تكلفته عالية، تحسب سواء كانت على المؤسسات الحكومية أو الأهلية. نعم، وبنفس الوقت يأخذ وقت طويل بالفحص. يعني أنا إذا الماموغرام ممكن أسوي بعشر دقائق، فرنين يحتاج لي تقريبا ساعة إلى أو أكثر. ممكن أنه يلزم السرة يلا يوصله طبعا. أنا يعني ممكن عندي وسيلة أسهل وأقل تكلفة ألجأ لها، اللي هي مثلا فحص السونار بهاي الفئات العمرية. وإذا يعني احتاجت بشكل ضروري للرنين ممكن أجري، بس أكثر من 40 سنة ما أحتاج بعد هذه الفحوصات، أحتاج الماموغرام. دكتورة، يعني هيك مواضيع جدا مهمة جداً، فخلينا مهم. أنا وياك نروح إلى ثقافة الشارع العراقي. هذه المواضيع المهمة دكتورة، إحنا دائما نور الجميلي زميلتي دائما تسوي لنا استطلاعات بخصوص هذه المواضيع المهمة، حتى نعرف اليوم المواطن العراقي شنو التوعية والثقافة اتجاه الأورام السرطانية وتحديدا الفحص المبكر. خلينا نروح أنا وياكم نشوف الاستطلاع مع زميلتي نور جميلي ونرجع لكم. أكيد يسعد مساء كل متابعي برنامج مورنينج لايف. موضوع صلانا اليوم هو عن شهر أكتوبر مستمر بالتوعية ضد الأورام والسرطانات. خليكم ويانا نشوف آراء الناس في هذا الاستطلاع. والله قبل 3 شهور سويت تشيك أب كامل. برأيك صحيح أنه لازم النساء دائما يسوون فحوصات دورية حتى ما يصير بهم سرطان الثدي؟ هاي أهم شيء. هاي والله هي كل 6 شهور صراحة، يعني لازم واحد يسوي تشيك اب كامل. واللي ما يسوون شو تصحيهم؟ والله يا عاد اللي ما يسوي ما يخاف على نفسه، المفروض واحد صحته أهم شيء هسه. كلش قد برأيك لازم المرأة تسوي فحوصات؟ كل 6 شهور. اي انت تسوين؟ صراحة لا، بس أنا دائما يعني أسوي تحاليل، هاي شغلات عندي، بس هاي مال الثدي مثلي ما مسويته، بس هاي هم ضرورية. يعني انت تقريبا كل 6 شهور تسوين فحوصات؟ ضروري، لان احنا شوي كبرنا بالعمر، الكوليسترول، الدي 3، هاي الشغلات ضرورية، الفيتامينات، فالمفاصل، فعادي نسويها. اكيد ضروري، وخصوصا احنا صرنا بسنة 2024 وفي كتير اوبئة وفي كتير أمراض عم تنتشر، شايفة أنت شو عم بصير بالكرة الأرضية، فضروري المرأة تضل تطلع صحتها وتعمل هو الصور والفحوصات. أكيد سرطان الثدي شنو رأيك بيه اليوم؟ المرأة من يسوي فحوصات دورية ممكن السيطرة عليه من البداية؟ أخطر شيء سرطان الثدي، أخطر شيء. أنا بقول إنه ضروري هيدا أهم شيء، ولازم كل 6 شهور تروح تعمل هيدا الفحص والصورة. لازم تسوي فحوصات دورية وعلى مود تتلاحق النفس إذا أكو شيء.
مو صحيح؟ تسوي فحوصات؟ لا بس احكي. اغلب الناس اليوم او النساء ليش ما يسوون فحوصات دوريه؟ شنو السبب؟ باعي المفروض الاعلام الى الدور الاول بهيك شغلات. اسوي اعلانات بالتلفزيون او بالراديو، اسوي اعلانات حتى تخلي المقابل جزء ما منتبه او واحد ما يتذكر. الاعلانات بالتلفزيون كلش ضروري، كان قبل كل شوي يسوون اعلانات على الامراض وعلى الشغلات هذه تصير. مثل ما شفتوا ويانا اراء الناس حول موضوع شهر اكتوبر والتوعيه بالسرطانات والاورام، خليكم ويانا باستطلاع جديد لبرنامج مورنينج لايف. نور الجميل. شكرا لك زميلتي نور الجميلي على هذه الاستطلاع. يا دكتوره يعني اخذت لك بعض الاسئله، احنا شفنا المواطنات الكريمات ما شاء الله عليهن، قسم منهن تقول انه انا اليوم اذا اريد احافظ على نفسي اسوي التحاليل العاديه، قسم من النساء تقول انه انا لازم اقيس الدي 3 والفيتامينات بجسمي، فاريد اعرف هل التحاليل العاديه ممكن انه انا تخليني اعرف انه انا اليوم مصابه بسرطان الثدي؟ هو الحقيقه ماكو تحاليل عاديه تستخدم للكشف المبكر عن سرطان الثدي. هو يعني احنا خلينا نفهم الناس شنو كشف مبكر عن سرطان الثدي. يعني انت مثلا تجيك حاله مصابه بسرطان الثدي، اغلب الحالات يجون مثلا يكتشفون كتله في الثدي وتجي تفحص. احنا على مود لنا وصل لمرحله الكتله، احنا دا نحكي على مستوى خلايا قابله للتحول الى سرطان او للانتشار، للتحول هو لا. الى ان يصير سرطان يلا ممكن ينتشر او غير او ما ينتشر، بس انه حتى قبل لا تتحول الى خلايا سرطانيه احنا هاي النقطه، احنا بهذا الزون، احنا ما نريد نوصل مرحله انه صاير السرطان. هو هذا الهدف من الكشف المبكر، هذا ما يسمى كشف مبكر. عداه هاي اصابه، هذا سرطان ثدي صار. زين دكتوره الدي 3 والفيتامينات ممكن ايضا لها علاقه او تاثر تاثير سلبي على سرطان الثدي؟ يعني لحد هذه اللحظه ماكو دراسات وبحوث تقول انه نقص الدي 3 او نقص الفيتامينات له ارتباط باصابه بانواع محدده من السرطانات. يعني اعتقد اكو هاله يعني تضخيم لموضوع الدي 3، هو مو بس بالعراق، انه على مستوى العالم انه مرتبط بالكثير من المشاكل والاعراض اللي تصاب، بس كسرطان ثدي لحد الان ماكو بحوث او دراسات عليه. يعني غير صحيحة اليوم كفيتامينات أو غير كثيرة من الأمور أنه إلها علاقة تربط بسرطان الثدي. لا. زين دكتور أريد أعرف دور النظام الغذاء اليوم للمصابين، أو كيف اليوم أنا أحمي نفسي من إصابة سرطان الثدي عن طريق نظام غذائي معين أو نمط حياة صحية؟ إحنا المشكلة السمنة اليوم هي المشكلة اللي يواجهها يعني كثير حول العالم. يعني إذا ذاك اليوم نسمع عن إحصائية أن ثلث سكان أمريكا هم مصابين بالسمنة. السمنة مرض تؤدي للإصابة بمختلف الأمراض والمشاكل، من بينها سرطان الثدي وغيرها من السرطانات. نعم. إحنا نرجع عن النظام الغذائي، نرجع عن الغذاء الصحي. يعني إحنا اليوم هواي مرضى مثلا يسمعون عن تجويع الخلايا السرطانية وقطع السكريات وقطع الدهون، ولا احنا مو بهذا الموضوع، هذا الشيء غير صحيح. لا. الاساس هو نظام غذائي صحيح. الجسم يبقى يحتاج النشويات والسكريات ويحتاج الدهون ويحتاج الى اخره. النظام الغذائي المتوازن هو الاساس لمنع العديد من الامراض من ضمنها سرطان الثدي. زين دكتوره اريد اعرف اليوم الدعم اللي حصله الشخص المصاب بهذا المرض الخطير، أريد أعرف اليوم دعم الأهل والأصدقاء تجاه الشخص المصاب، أو هذا الدور يعني جدا مهم بحياة المصابين طبعاً. أو كيف ممكن أنا أقدم له الدعم اليوم؟ إحنا العامل النفسي جدا مهم. يعني هواي يجونا مثلا مرضى خايفين جدا وقت الأصابة، وأهلهم يعني بدل إنه هو ما يدعمه ويشجعه، لا هو أصلا خايف ومنهار تلقيه. أنا ما راح أتكلم عن الناحية العاطفية، أنا بالنسبة لي بهذا الوقت وقت الإصابة العامل العاطفي، الحالة العاطفية يجب أن تكون بعيدة عن الموضوع. بالعكس أشجع المريض أنه اللي أصيب بهذا المرض على أشجعه حتى يأخذ تحفيز. علاج تحفيز. نعم. يلتزم بتعليمات الطبيب الحرفية، يصم أذنه عن المحيطين، لأن إحنا هاليوم دا يجينا المريض
يعني محمل بكم هائل من الإشاعات وال و و و إلى آخره. يعني دكتورة اللي أفهم من كلامك إنه اليوم نوجه رسالة إلى كافة المواطنين، يعني الله يشفي الجميع إن شاء الله ويحمي الجميع. يعني إحنا نوجه رسالة للأهالي، لكافة الأهالي، إنه اليوم لا تبكي يمه، بالضبط، لا تتعب نفسيته فوق ما هو تعبان. أنا اليوم لازم أحفزه وأشجعه، لأنه اليوم الدعم النفسي ممكن أنه نسبة يزيد نسبة الشفاء عنده. طبعاً وإحنا نعرف أنه مرض الكانسر هو يعني على أعصاب، على يعني النمط حياته. صحيح. لذلك إحنا نوجه رسالة إلى كافة عوائلنا العراقية أنه اليوم لازم ننطي التحفيز، مو فقط للشخص المصاب بالكانسر. صحيح. لا أي مرض كان. دكتورة مروة فلاح حسن، اختصاص طب أورام، أنا جدا استمتعت مع حضرتك وأشكرك على المعلومات الثقافية اللي اليوم اكتسبناها من حضرتك دكتورة مروة، ونورتينا وكل الهلا. شكرا جزيلا. الله يخليك، يا هلا بيك دكتورة مروة. أكيد من بعد الموضوع المهم اللي هو شهر أكتوبر، شهر التوعية والفحص المبكر لسرطانات الثدي، شفنا دكتورة مروة اليوم انطتنا أسس لازم اليوم نمشي عليها حتى أني أحافظ على نفسي من الإصابة، حتى اليوم أرفع نسبة الشفاء. أكيد من بعد هذا الموضوع خليني أنتقل إلى الموضوع الثاني والرئيسي أيضا، ما هي الضمانات والحقوق التي يوفرها القانون للمتهم الموقوف؟ أكيد أيضا راح نكتسب معرفة وثقافة أيضا من خلال الضيف محمد العقيلي، محامي. أستاذ محمد العقيلي، يا هلا ومية هلا، نورتنا ونورت برنامج مورنينج لايف بالسعودية، منور بوجودكم. أكيد استريح، الله يخليك، منور بوجودك. ربي اليوم يعني أهم أغلب المواطنين يعني ما عندهم ثقافة أو ما عندهم معرفة بالضمانات والحقوق اليوم اللي يوفرها القانون أو القضاء اتجاه المتهم الموقوف. فأريد أعرف اليوم من عندك أيضا بعض الأسس، وأريد أعرف هل اليوم المتهم بريء حتى تثبت إدانته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك ولكادر البرنامج ولمشاهدي قناة السومرية. الله يخليك. إجابة على سؤالك، هل المتهم بريء؟ على الورق وفي متون القوانين البريء، العفو، المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة. هذا ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 19 من دستور العراق، وهو القانون الأسمى في البلد. لكن على أرض الواقع وفي التطبيقات العملية نجد بأن المتهم مدان حتى يثبت براءته، مو تثبت، لا هو لازم يثبت براءته، يثبت براءته، وهذا خلاف خلاف النصوص القانونية وخلاف العقل والمنطق. احنا اليوم المتهم يعامل معاملة مجرم من خلال أول إجراء لما يسير ثاني بعد 24 ساعة أو خلال 24 ساعة من إلقاء القبض عليه أو من خلال أو تسليم نفسه من خلال حضوره لمركز الشرطة، هو يسير بملابس المدانين. طبعا قبل يومين مجلس القضاء الأعلى مشكورا أوعز إلى مراكز الشرطة بأنه يسير المتهمين بملابسهم المدنية، لأنهم بعدهم واصلين مرحلة الإدانة، وبالتالي لا يجب أن يساووا مع المدانين باقي المتهمين. لا، كل المتهمين الآن أصبح تسييرهم، يعني اليوم يرتدي ملابسه المدنية، المدنية مو البدلة الخاصة بالمتهم. هذا القرار قبل يومين، لكن قبلها كان لا، يلبس الملابس البرتقالية ويحضر مكبل الأيدي وكأنه متهم. هذا ما يحط من مكانته الاجتماعية، قد يكون هو متهم بموضوع جدا بسيط، بجريمة قد أو تكون مخالفة وهي أساسا لم تثبت، قد يبرئ القضاء بعد فترة، قد يخرج ثاني يوم، قد تغلق الدعوة بحقه بنفس اليوم. نعم. ليش أعرضاني لكل هذه الإهانات؟ بالإضافة إلى أنه موضوع الملابس، موضوع الكلبشات اللي تنوضع بيده، هو يعامل معاملة مهينة بعض الشيء، تحط من قدرة، تحط من مكانته الاجتماعية. أنا عندي قبل فترة
طبيب جراح، طبيب الجراح طبعا إلى مكانته بالمجتمع، إلى مكانته حتى عند الدولة، وجاي يخدم فئات المجتمع. وموضوع كان جدا بسيط، هو كان يستقل سيارته وعنده وكالة سيارة كان رقمها شمالي. الوكالة كان ناسيها، ما شايلها، منتهية مدتها، بالتفصيل ما أتذكر كان موضوعها. فرقت على القوات الأمنية السيطرة أنه يابا كذا، حضر صاحب السيارة وحضروا الوكالة، يابا هذه الوكالة وهذا صاحب العجلة، أنه خلص أنا هذا فعلا أنا هذا الدكتور. لا، الدكتور عاملوه بأنه لبسوا لون البرتقالي وخلوا الأغلال بأيديه وسيروا إلى القاضي وعاملوا معاملة هسه قد يكون هو متعارف عليها هذا، لكن هذه معاملة مهينة. هذا إنسان المفروض أني أراعي مكانته الاجتماعية، ما أتعامل وياه بهذا الأسلوب بحيث تأثير الموضوع على حالته النفسية. حتى ممكن أنه تتعب حالته النفسية بالضبط. نعم، هو ثاني يوم قال ما معقولة أنا الدكتور فلان الفلاني، أنا اللي مكانتي كذا، أنا اللي مكانتي كذا. نعم. وعامل بهذا الطريقة، أنا مو مجرم. شيء ثاني، حتى الموضوع هو أساس الموضوع وكالة، وكالة سيارة، هو لا متهم يعني بإرهاب، يعني خلاف بسيط أو موضوع بسيط. ممكن هي تكون مخالفة أصلا، مو جريمة، يعني نعم. جريمة نوع المخالفة. صح. ما نروح أنه هو ما اتهم بقضية خطف أو اتهم بقضية إرهابية، وبالتالي أنا أعتبر أنه ممكن يكون خطر وأتخذ بعض الإجراءات اللي نعذر الجهات الأمنية أو الجهات التنفيذية باتخاذ بعض الإجراءات، لأنه أنا أعتبر هذا متهم بقضية خطرة على المجتمع، على الأفراد. نعم. لكن مو قضية بسيطة أنا يتعامل وياه كل هذا التعامل الفج. فأرجع وأقول لك، اليوم إحنا بالعراق المتهم ليس بلية، بل هو مدان حتى يثبت إدانته. على الرغم من أنه القوانين تقول المتهم هو ليش يسموه بلية حتى تثبت إدانته، يجب أن تجمع الأدلة، كافة الأدلة الكافية. نعم. لكي يدان هذا المتهم. إحنا اليوم المتهم لا، لازم هو يجيب أدلة، يجيب على مود يبرر نفسه، وعلى مود نفسه. يعني اصبحت الصوره عكسيه. نعم نعم نعم، معكوسه، وهذا الشيء شيء جدا سلبي للاسف. نعم. طيب استاذ، اريد اعرف هل يجوز اليوم ان يتم القاء القبض على شخص ما؟ نعم. من دون امر قضائي او امر باحتجازه؟ نعم. هل يجوز اليوم انه اني القي القبض على اي شخص؟ اليوم اني في بالي اريد اليوم القي القبض على احد زملائي، اقدر انه اليوم اني اخليه يلقون القبض عليه من دون امر قضائي، او انه اني اليوم اريد احتجزه؟ الماده 37 باء من الدستور العراقي، والماده 92 من اصول المحاكمات الجزائيه لم تجوز القاء القبض على اي شخص الا بامر صادر من القضاء، الا في حالات معينه قد تكون جريمة مشهودة، أو قد يكون هذا الشخص في حالة سكر بين، أو يحمل سلاح، هذه حالات خاصة. لكن الإنسان الطبيعي السوي لا يمكن ولا يجوز إطلاقا إلقاء القبض عليه واحتجازه وتقييد حريته ما لم يصدر قرار قضائي من جهة مختصة. هذا القرار يوضح ما الشخص اللي يجب توقيفه واحتجازه، وشنو التهمة المسندة إليه، والمادة القانونية، وكافة المعلومات. أما غير هذا فلا يجوز إطلاقا أن تقيد حريته. إضافة إلى ذلك، لا يجوز احتجاز أي شخص صدره بحقه أمر باعتقاله أو القبض عليه. هنا سعدنا بالبداية، لا يجوز أنه يلقى القبض بدون أمر قضائي، بدون أمر قضائي. لنفترض أن هنالك أمر قضائي صدر ضد سين من الناس. نعم. ألقت القوات الأمنية القبض عليه، لا يجوز احتجازه في أي مكان، يجب تسليمه مباشرة إلى مركز الشرطة القريب. نعم. لتسييره للقاضي، ويجب أن يعرض خلال 24 ساعة على قاضي التحقيق لكي يبت في أمره. فما ممكن يصدر أو يتم إلقاء القبض إلا وفق أمر قضائي. على طاري قاضي التحقيق أستاذ محمد، هل يجوز أيضا اليوم عدم عرض المتهم على قاضي التحقيق؟ يعني أني ما أريد أقدمه لقاضي التحقيق؟ مستحيل، لا إلا بعد 24 ساعة مثل ما ذكرت. هو مو بعد 24 ساعة، هو القانون نص أنه خلال 24 ساعة، أنت هذا خلال 24 ساعة يجب أن يعرض هذا الشخص على قاضي التحقيق لكي يبت بأمره. ما ممكن لأي جهة سواء مراكز الشرطة أو الجهات الأخرى أن تحتفظ بهذا المتهم أكثر من 24 ساعة. خلال أول 24 ساعة من إلقاء القبض عليه يجب أن يعرض على القاضي المختص.
بعض الأحيان يتم إلقاء القبض بعد الدوام الرسمي. هنالك قاضي خفر موجود في محاكم الاستئناف، هذا القاضي تسير إلى الأوراق، تم إلقاء القبض على المتهم فلان الفلاني، وبالتالي هذا القاضي أستاذ، نعم. أستاذ محمد ولو أقاطعك أعتذر، هذه الأوراق أول ما يتم القبض على المتهم يعني تروح للأوراق للقاضي أو بعد فترة معينة من الزمن؟ القانون واضح مثل ما قلت لك أنه خلال 24 ساعة يجب أن تسير، تدون أقوال المتهم، يعني إلا بعد 24 ساعة؟ لا خلال، مو بعد، فرق ما بين بعد، خلال 24 ساعة يجب أن لا تتعدى 24 ساعة، خلال هذه خلال ساعتين ثلاثة أربعة يجب أن لا تتعدى، الحد الأقصى هو 24 ساعة. وإذا تعدت مخالفة قانونية لا يجوز يتعرض الشخص اللي احتجز هذا المواطن إلى المساءلة القانونية، كون النصوص واضحة أنه يجب خلال 24 ساعة أن يعرض على القاضي، والقاضي بيتب أمره، يا إما يوقفه يا إما يطلق صراحة يا إما يكفله، الأمر متروك للقاضي المختص. زين أستاذ محمد، اليوم أكو موضوع جدا مهم أريدك يعني تسولف لي به، هل يؤخذ بالاعتراف؟ نعم. الذي ينتزع من المتهم بالإكراه أو التعذيب النفسي، الاعتراف اليوم اللي أنا أحصله من المتهم داخل المركز أو داخل السجن، اللي هو أنا أحصله بالإكراه أو بالتعذيب النفسي أو القتل أيضا، هذا الاعتراف يعني أقدر أعترف به أنا اليوم؟ لا. هل يؤخذ بعين الاعتبار؟ نعم نعم، المادة 37 من دستور العراق بالفقرة جيم تقول لا يجوز استعمال أي وسائل التعذيب النفسي أو الجسدي أو الممارسات الأخرى لانتزاع أي اعتراف، وأي اعتراف ينتزع تحت ظل التعذيب أو الإكراه الجسدي أو النفسي أو أيا كان نوعه هو يعتبر باطل ولا يعتد به قانونا. فإحنا أي اعتراف يؤخذ من كل مواطن عنوة سواء بالترغيب أو بالترهيب أو بالتعذيب النفسي أو الجسدي، هسه مرات إحنا عندنا التعذيب الجسدي ممكن يلقى له حل، لكن مرات يتعرض لتعذيب نفسي لمساومات. وطبعا القانون أيضا أشار إلى موضوع آخر، إنه موضوع استخدام بعض المسكرات أو غير، هذه يعني حيسة جدا، نطاقة جدا جدا مشكلة. جدا جدا لا بس نطاقة جدا ضيق، لكنه لا. التعذيب النفسي والجسدي هو الماثل أمامنا الآن اليوم على أرض الواقع. القانون صريح وواضح جدا أنه لا يعتد بهذا الاعتراف، ويعتبر هذا الاعتراف باطل ويتدون أقواله بالإنكار إذا حب وأثبت. لكن المشكلة أو التساؤل المهم هو شلون يثبت المتهم انه تعرض للتعذيب بالضبط؟ نعم. شلون اثبت انه هو تعرض لتعذيب نفسي او جسدي؟ التعذيب النفسي انا شلون اقدر اثبته؟ صعوبة اثبات انه انا اليوم ست طيبة تعرضت لعنف نفسي، لتعذيب نفسي من احد زملائها او بالبيت، شلون اثبته؟ ادعائها غير كافي. لكن التعذيب الجسدي ممكن إثباته، ممكن لكل مواطن يتعرض للتعذيب في مراكز الشرطة أو أماكن أو الاحتجاج الأخرى. أو تقرير طبي. نعم. نعم نعم، هو هنا يطلب عرض على لجنة طبية. طبعا هو بالبدء أنت لما تتعرض هو ما راح يتعرض بالمحكمة نهائيا، المحكمة ما بها الأمور، يتعرض في أماكن الاحتجاز. فبالتالي أنت لما تسير أوراقك وتدون أقوالك أمام قاضي التحقيق ممكن نعم. أن تنكر وتقول يابا أنا تعرضت للإكراه، لتعذيب نفسي، لتعذيب جسدي، لترغيب، لترهيب، وبالتالي أخذت هذه الأقوال مني والاعترافات عنوة، بالتالي أنا أنكرها جملة وتفصيلة، وتدلي بإفادتك كامل الحرية أمام قاضي التحقيق. بعض الأحيان بعض المتهمين لا، حتى أمام قاضي التحقيق يعني خوفا، قلة إدراك من عنده، حتى من يسيره ثاني يوم، أو قد يكون أرهبه قبل تسييره بأنه إذا نعم. ترى رجعت كذا، فهو حتى أمام قاضي التحقيق راح يقول إيه نعم، لكن وراء فترة من تكمل تصدق أقواله قضائيا، بعد فترة قد يكون يوكل محامي أو هو عن طريق أحد أفراد عائلته يستطيع أن يقدم طلب لقاضي التحقيق بأن موكل إذا كان محامي أو أحد أفراد عائلته تعرض للتعذيب الجسدي، وأطلب إحالته إلى لجنة طبية مختصة للكشف عليه وتقديم تقرير. أكو ملاحظة جدا مهمة. نعم. بعض زملاء المحامين يقع في خطأ أنه مرات حتى مساءلة يقول يا بتعرض موكلي إلى تعذيب، لما يدزوه
للجنة الطبية، قد اللجنة الطبية تلقى تعذيب وتأشره وقد ما تلقى. هنا القاضي قد يقول أنت منين جبت المعلومة أنه، وليش تتهم؟ أنت اتهم الجهة بأنه تعرض موكلك أمامها للتعذيب، وهذه الجهة خالفة القانون. نعم نعم، فيتعرض للمسائل القانونية، فهو خليه يكتب بناء على أقوال أهله. أهله راحوا زاروه وشافوه على مديح من نفسه بالنسبة للمحامي، يعني أما مو لأقوال المتهم نفسه لازم أهله، لا مو أقواله هو، مو أقواله هو صدقها. أي المتهم هو يقدر أنا اليوم تعرضت لي كذا، ممكن لكن أي. بالغالب بالغالب هذه بالغالب المحامي أو أحد ذوي المتهم هو اللي يقدم الطلب، فالمحامي من يقدمه راح يسأله أنت من منو قال، وقد قد يجي التقرير، قد يكون المتهم قد يكون كذب، قد يكون هو بعدين زين مو لقى آثار، مو احنا قلنا إذا ما لقى، إذا ما لقى، إذا لقى وآثار خلاص هذه الآثار ترفق بإضبارة الدعوة، وحين إحالة الدعوة إلى المحكمة المختصة سواء كانت محكمة الجنح أو محكمة الجنايات، راح المتهم إذا كان هو فعلا بريء وفعلا تعرض للتهديد والضغط وأخذت هذه الاعترافات عنوة منه، راح يقول يابا ينكر، يقول أنا تعرضت، راح القاضي القاضي المختص يقول له أنت عندك اعتراف بارتكابك هذه الجريمة، ينكرها يقول له أنا تعرضت للتعذيب، ودليل تعرضي للتعذيب هو وجود تقرير طبي. طبعا هذا المحامي هو اللي مرات المواطن مرات المواطن يعني ما عنده القدرة أو ما عنده الإدراك أو حتى من يوقف يمام القاضي يضيع بالضبط ردة فعله، فبالتالي ما يقدر يحكي، يمكن حتى إذا حاجة يقول له أنت فعلا أنت كذا يسكت، يدلل على أنه على الرغم أنه السكوت ما يعتبر قرينة على على أي شيء ضده، لكن مع ذلك هنا إذا ثبت هذا الإقرار العفو الاعتراف هو صادر تحت الإكراه والتعذيب راح ينتفي وما يعتبر دليل ضد المتهم. أستاذ محمد، اليوم أريد أعرف أيضا هل يحق للمتهم أن يطالب بحضور أو وجود محامي أثناء التحقيق معه؟ هذا السؤال جدا مهم، كلش مهم اليوم، كلش حتى اليوم احنا شخصيا والمواطن يعرف هذه التفاصيل والأسس المهمة بحياته، هل يحق اليوم للمتهم انه يطلب بوجود محامي اثناء التحقيق معه؟ نعم طبعا، هي من خلال هذا السؤال هي رسالة لمجلس القضاء الأعلى أولا ولنقابة المحامين ثانيا. نعم، المادة 57 من قانون أصول المحاكمات الجزائية صريحة وواضحة، يستطيع أو من حق المحامي أن يحضر التحقيق مع موكله، لكن هذا حضوره مدى تطبيقه على أرض الواقع ومدى الأخذ به إيش قد نسبته؟ جدا ضئيلة. ليش؟ لأنه المحامي صراحة أحكيها ما جاء يأخذ دوره الحقيقي بالدفاع عن المتهم في أثناء تدوين أقوال المتهم. القانون صريح وواضح يقول من حق المتهم أن يسكت على أي سؤال ينسأل من قبل المحقق أو القاضي. نعم نعم أسكت، وهذا ما يعتبر قرينة ضدي، أنت سويت كذا أنت عليك من حقه أسكت، هاي ما يعرف بها المتهم. من حق المحامي أن يحضر، لما يحضر المحامي هنا قد يوصل رسالة اطمئنان أولا للمتهم أنه أحد بجانبه يدافع عنه، ثانيا أنا عندي صارت حادثة وياي، ثلاث مرات المحقق القضائي يكمل طباعة الأقوال ويمزقها ويشمرها، لأنه اللي كتبه الإمام علي عليه السلام يقول خاطب الناس على قدر عقولهم. نعم، فهنا لما يسأل المتهم، المتهم ضعيف الإدراك قد يكون، إحنا مو كل المتهمين هم عندهم إدراك كامل، فإجابته تكون غير دقيقة نعم. ويفهمها المحقق فهم خاطئ، فلما يكتبها يطبعها يا بتر ما كان القصد هيجي. زين انت هنا المحامي اذا ما وضح هاي الجزئيه وهذه كتبته وهي ادانه على المتهم، وراح ينحكم المتهم بسبب عدم توصيله للمعلومه وافادته، عدم توصيل الفكره الصحيحه للقاضي. اذن ان الجزئيه المهمه اللي قلت لك هي رساله لمجلس القضاء ورساله لنقابه المحامين، يجب ان ياخذ المحامي دور الفاعل والحقيقي اثناء تدوين اقوال المتهم هذا، وللمتهم توكيل محامي، والقانون فرض على القاضي ان لا يبت بالتحقيق ولا يباشر بالتحقيق الا بعد الامتثال لطلب المتهم بتوكيل محامي، فبالتالي لما يحضر المحامي يجب أن يناقش كل شيء. هسه القانون قال لا يستطيع التكلم إلا بإذن، أوكي بإذن، أنا ما راح أجي ألقنه،
لكن هاي ضمانات نعم. قانونية. أنا لما أشوف أكو خطأ أو سوء فهم بين المحقق وبين المتهم، من حقي أن أصحح هذا. وين دوري أنا إذا سجل على موكلي فد كلمة أو جملة خاطئة. هو ما يقصدها خاطئة نعم. وبعدها يحال إلى المحكمة. شنو راح يكون دور أستاذ محمد؟ نعم. إذا مثلا فهم القصد مو صحيح. نعم. شنو راح يكون دور المحامي هنا؟ دور المحامي هو يعني توصيل الفكرة الحقيقية اللي نطق بها واللي أفاد بها المتهم. لكن المشكلة وين؟ المشكلة بعض المحققين ما يتقبل، يقول لك جاي تلقنا. صحيح. لا أنا ما جاي لقنا، أنا جاي أقول لك، وأنا أستخدم فد أسلوب معين، يعني أنا ما أجي من يكمل بس إعادة صياغة هذا السؤال على مد ما توصل الفكرة. أنت عيد صياغته، أنا ما جاي لقنه، عيد صياغته وشوف الكلام. لما يعيد صياغته يجي الكلام مغاير لما كتب. صحيح. بالتالي إحنا بعض السادة القضاة ما يتقبل، بعض المحققين ما يتقبلون. شلون حل هذه المشكلة؟ ليش أنا قلت لك أوجه رسالة لمجلس القضاء واللي النقابة أن تنهض بدورها. النقابة اليوم أنا محامي، المفروض المحامي ما يدافع بس عن موكلة اللي وكله وانطات عاب، لا، أدافع عن النص القانوني وأدافع عن حقوق المواطن بصورة عامة. أنا أنهض وأقول لا، دور المحامي يجب أن يتواجد، والقانون هو القانون أباح لي، قانون أصول المحاكمات الجزائية والدستور العراقي يقول حق الدفاع مصون ومكفول. فبالتالي ولازم المحامي يكون متواجد. فبالتالي لما يجيني مواطن إدراكه ضعيف وما يعرف يوصل فكرته وما يعرف انطيفاته، وأنا ما أوقف وياه ولا أقدر أوقف مجرد مثل محامي المنتدب اللي عندنا، تحيات طبعا كل محامينا والانتداب المحامي المنتدب نعم. إلى كل الاحترام، لكن ما ماخذ دوره. اليوم أنت تجي تقعد مجرد بس توقع الورقة، وين دفاعك؟ وين دفاعك؟ أنت لو ترجع للقانون، لا، يجب أن يطلع على أضبارة الدعوة على مود يقدم دفوعه بشكل صحيح. صح. فهذه المسألة جدا جدا مهمة، حساسة أيضا. حضور نعم. المحامي لازم اليوم يختار المحامي الدقيق، يعني يكون دقيق باختياره. أكيد حضور المحامي أما أثناء التحقيق مع المتهم محوري بل مركزي جدا، وقد نعم. يقلب موازين الدعوة. لذلك ده نشوف أنه أغلب المواطنين اليوم يطالبون بوجود محامي أثناء التحقيق معه، بالتالي بسبب الخوف، أو مثل ما ذكرت حضرتك أستاذ محمد أنه عدم توصيل الفكرة للمحقق بصورة صحيحة. زين أستاذ محمد، اليوم أريد أعرف، هل الهدف من التحقيق هو إثبات التهمة على المتهم نفسه؟ سؤال حلو. المفروض والواجب على الجهات القضائية والتنفيذية وأعضاء الضبط القضائي، كلهم دول واجبهم التحري عن الجريمة. نعم. وبالتالي التحقيق مع المتهم عملياً اليوم هو لإثبات التهمة. يجي المتهم ويلقي القبض عليه. التعامل ليش قلنا في بداية الحلقة أنه هل المتهم بريء أم غير بريء؟ نعم. اليوم يجيبوه وكأنما هو خلص، أنا أريد اعتراف من عندك على المدخلص، ما أريد أدوخ راسي. لا، أنت مسوي كذا، هذه الجريمة. أنت اليوم بالدول المتحضرة المتقدمة تجمع الأدلة قبل ما يواجه بها المتهم، ويجي المتهم حتى إذا أنكر يواجهه بالأدلة المادية الملموسة. إحنا اليوم لا، بالغالب الجريمة غير ثابتة، لكن أنا أجيب المتهم على مود أحسمها وعلى مود أجيبها أحقق وياه على مود التحقيق مالته يكون ضده ويكون هو دليل إثبات عليه، في حين إنه استجواب المتهم والتحقيق معه يجب أن يكون الهدف منه هو الدفاع وليس إثبات الواقع. الدفاع عن نفسه. نعم، هو يجي يدافع عن نفسه. أنتوا كجهات تحقيقية أنتوا المفروض جمعتوا الأدلة الكافية على أن هذا المتهم قد أقام بهذا الفعل الجرمي، وبالتالي لما يحضر المتهم يا إما الأدلة كافية ويا إما الأدلة وأسلوب التحقيق يكون الأدلة دامغة وأواجه بها وأخذ اعترافه، أو حتى وإن ينكر بعض المتهمين ينكر لكن ينحكم لي الأدلة كافية لاتهامه وبالتالي كافية لإحالته وبعدين كافية لإدانته. نعم. أما أني أجيب المتهم وأعتبر كلامه أو التحقيق وياه هو الدليل، أعتبر دليل على إكمال الأدلة الأخرى لحكمه، لا، المفروض هو يكون هدفه هو الدفاع، لأنه ينفي التهمة عن نفسه، هذا الهدف الرئيسي. لكن قلت لك على أرض الواقع لا، الأمر عندنا مع الأسف هو معكوس.
هذه مشكلة صورة عكسية دائما طبعاً تلقيها طبعاً بكل جانب من جانب حياتنا. زين حضرة المحامي أستاذ محمد، أريد أعرف شنو الإجراء اليوم اللي تتخذه المحكمة مع المتهم اللي اليوم ما يقدر يوفر محامي؟ شو الإجراء اللي ممكن نتاخذه أو الإجراءات اللي تتخذها المحكمة للمتهم اللي ما يقدر يوفر محامي يدافع عن نفسه؟ هو القانون أنت قلت لك بالدستور وبالمادة 144 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على محكمة الجنايات أن تنتدب محامي، لكن هذا المواطن قد يكون معسر، قد ما سعف الوقت بتوكيل محامي. أنا من أنتدب له محامي؟ احنا لو نرجع للقانون ولنصوص القانون نجد ان المحامي المنتدب بتفسيرات نصوص القانون يطلع على اضبارة الدعوة مثل ما قلت لك قبل شوية كلها ويقدم دفوعة كاملة سواء امام محكمة الجنايات او امام محكمة الجناح او في دور التحقيق. احنا هنا لما المواطن المتهم ما عنده القدرة ان يوكل، قد يكون ما عنده القدرة المادية أو نعم غيرها أو يعني وضع المعيش صعب، نعم وما يقدر يوكل محامي. تعرفين أتعال المحامات اليوم هم متباينة بعض الشيء، نعم مرتفعة نعم. هنا القانون أوجب على المحكمة أن تنتدب له محامي، هذا المحامي المنتدب تكون أجوره على خزينة الدولة، يعني ما يتحمل أي شيء المتهم بها، لكن دوره راح يكون ضعيف لأنه للمحكمة تنطيه كل السلطة المشار إليها قانونا. قد يزعل البعض، لا القانون انطى حق للمحامي بأن يطلع على أضبارة الدعوة ويقدم كل دفوعة بكل ما يملي عليه ضميره للدفاع عن موكله. احنا اليوم نشوف لا، المحامي المنتدب هو مجرد يقدم يا اما بجناح او جنايات بنفس اللحظه يقدم لائحه ضعيفه ركيكه لانه ما مطلع على تفاصيل اضباره الدعوه ولا اطلع على اقوال الشهود والمبرزات الجرميه والتقارير الفنيه الصادره وافادات المشتكي وافادات المتهم وافادات شهودهما، بالتالي شو وقت يلحق عليها بنفس اللحظه انت محامي منتدب نادول عليه اجى اوقف استاذ سمع المحاكمه والاقوال وكتب اطلب الافراج عن موكلي وفق شنو تطلب الافراج عن موكلك؟ لقيت ثغره انت؟ لقيت تناقض في اقوال الشهود؟ لقيت التقرير الفني الدقيقه عفوا سطيبه نعم. لقيت التقرير الفني يتناقض مع اقوال المشتكي على توضح المحكمه؟ هاي كلها انت ما طلعت عليها، فما راح يسوي شيء المحامي المنتدب، يعني ما منطي صلاحيه كامله المطلقه، ما انطي صلاحيه كامله مطلقه. تجي انت تطلع من حقك هاي ساعه لك هاي الاضبار استاذ استريح اطلع عليها واكتب لائحتك. زين استاذ وبعدها شنو حيصير؟ حيصير قناعة المحكمة يا اما الادلة المتحصلة كافية ودينا وتحكم المتهم، يا اما الادلة المتحصلة غير كافية ويفرج عنه. لكن اكو جزئية بعض الاحيان المحكمة تخطأ، والدليل انه محكمة التمييز جاي تنقض قرارات كثيرة من محكمة الجنايات ومحكمة الجنح. هذا الخطأ اللي تقع به المحكمة قد يكون المحامي إذا كان مطلع، نرجع المنتدب مو المحامي الموكل، إذا كان مطلع قد هو ينبه على جزئية معينة وبالتالي ما تقع بهذا الخطأ وتساعد بالإفراج عن المتهم البريء حتى تثبت إدانته أو قبل أن تثبت إدانته. نعم. حضرة المحامي محمد العقيلي، أنا جدا استمتعت اليوم بالحوار مع حضرتك، اكتسبنا من عندك معرفة اليوم كنا مفتقديها الصراحة، وثقافة قانونية اليوم يعني بعض المواطنين اكتسبوها أيضا من حضرتك أكيد من خلال برنامج مورنينج لايف. أنا جدا أشكرك على وجودك ويانا اليوم داخل الاستوديو، أتمنى لك نهار سعيد. شكرا إن شاء الله مع ألف سلامة. أنا اللي أشكركم. نعم. قبل ما أودع وأشكر كادر البرنامج على إتاحة هذه الفرصة لتوضيح بعض الأمور، لأنه المتهم والمواطن بصورة عامة ما يعرف بعض هذه المعلومات، ما يعرف بعض هذه الحقوق اللي نعم. هي قد تسعفه. شكرا جزيلا لكم. مع ألف سلامة أستاذ محمد العقيلي. هذا الصراحة موضوع جدا مهم، يعني احنا شخصيا ما عندنا معرفه كافيه او ثقافه كافيه للقانون او بعض الامور القانونيه المهمه. محمد العقيلي اليوم عرفنا على بعض نقاط واسس جدا مهمه. خلينا ننتقل الى احداث السوشيال ميديا مع طيبه عامر اللي هي اني
راح نحكي اليوم بأحداث السوشيال ميديا والأخبار اللي احتلت الترند على جميع مواقع التواصل الاجتماعي المحلي العربي العالمي. اليوم بس أنا وياكم راح نحكي بيها. خلينا نبدأ أحداثنا أنا وياكم لهذا اليوم. صباح العاصمة بغداد مليء برائحة الكبريت ونسبة التلوث تهدد بجعل العاصمة غير قابلة للعيش. اليوم مشكلة انضافت للمشاكل اليوم اللي يعاني منها المواطن أو العوائل العراقية اللي هي رائحة الكبريت. يعني أنا شخصيا اليوم من قعدت الصبح وشفت الجو فرحت قلت رجعت الأجواء الشتوية والضباب، لكن من بعد ما تم تداول الأخبار من خلال قناة السومرية عرفنا أنه هذا مو ضباب، هذا دخان بسبب رائحة الكبريت. خلينا نشوف ونشاهد تفاصيل الفيديو أو الصور ونرجع لكم. سابقا احنا حكينا يعني بدور وزارة البيئة وشرطة البيئة أو مهام شرطة البيئة اللي تم تفعيل دورها مرة أخرى بالعراق، لكن وأيضا تداولت أخبار يعني حكيناها سابقا بفقرة ترند بالبرنامج ويا زميلاتي. ذكرنا أنه اليوم رئيس مجلس الوزراء شكل لجان تحقيقية بخصوص موضوع وانتشار المعامل بصورة عشوائية وداخل الأحياء السكنية، وبدأت تختفي رائحة الكبريت، وبدأ العراق يحتل المراكز المتقدمة بأنظف جو أو أنقى جو ما بين باقي الدول مقارنة بالدول العربية. لكن للأسف اليوم العراق رجع مرة أخرى وخاصة العاصمة بغداد وبعض مناطق معينة من العاصمة رجعت تعاني مرة أخرى من انتشار رائحة الكبريت وتحديدا الضباب أو على شكل دخان. فأكيد نتمنى الصحة والسلامة لكافة المواطنين وعوائلنا العراقية وخاصة الأطفال اليوم اللي يعانون من أمراض تنفسية. وبالتالي نوجه رسالة إلى كافة الجهات المعنية والمسؤولة باتخاذ هذا الموضوع بعين الاعتبار. من بعد رائحة الكبريت خليني أخذكم إلى الأخبار الرياضية. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الطواقم التحكيمية لمباريات الجولة الخامسة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم. خلينا نشاهد تفاصيل الصورة. تم تكليف طاقم التحكيم السعودي لإدارة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الأردني، راح يكون خلف الشمري محمد وياسر السلطان فيصل وخالد وسلطان الحربي. ما ننسى أنه المباراة راح تكون في البصرة الفيحاء يوم 14 من الشهر المقبل عند الساعة 7:15 مساء بقيادة أكيد الحكم الدولي محمد الهويش. أكيد إحنا منتظرين هذه المباراة بفارغ الصبر. هذه المباراة راح تكون مصيرية يعني لاكتساب النقاط أو للصعود للمراكز المتقدمة. بالتالي نتمنى كل التوفيق للمنتخب العراقي. ننتقل إلى الخبر التالي. خليني أخذكم إلى القطري أو النجم القطري أكرم عفيف يفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي داخل آسيا لعام 2023، ونجم توتنهام الكوري الجنوبي سوني يفوز بجائزة أفضل لاعب محترف خارج قارة آسيا لعام 2023. صراحة اثنيناتهم يستاهلون هذه الجائزة كونهم يعني من ناحية الأداء والتكتيك داخل الملعب أو أثناء المباريات. ننتقل بعدها إلى رجل هندي يخصص 90% من ثروته الهائلة التي تبلغ 100 مليون دولار لكلبه وطباخه الخاص والخادم تبعه.
لكن اليوم شفت رواد مواقع التواصل الاجتماعي عندهم يعني رأي آخر، يقولون هذا الرجل الهندي يعني يقدر أنه يوفر بعض مبلغ من أمواله أو الأملاك الخاصة به للكلب الخاص به، والباقي يوزع لباقي الكلاب الضالة والمتسولة، كون أنه اليوم الهند تعتبر من الدول المتقدمة بانتشار الكلاب السائبة والقطط وباقي الحيوانات. ننتقل بعدها إلى دراسة حديثة تداولت يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي. الأشخاص الذين يعتقدون بأنهم يشبهون مشهور ما معين يعانون من عقدة النقص. أنا شخصياً يعني أشوف بعض الأشخاص وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي ينزلون صور على حساباتهم الخاصة ويقولون بربكم إنه هذه الفنانة أو هذا النجم أو أي كان يعني السين من الناس هذا مو يشبهني، فهذا دلالة عن اليوم إنه الشخص يعاني من نقص بداخله. وجهة نظر أكيد. ننتقل إلى دراسة أمريكية حديثة أخرى تقول التدريبات الرياضية العنيفة تقلل من الإحساس بالجوع خاصة لدى النساء، وإحنا نعرف أنه ممكن يرتفع يعني عندهم الستريس، بالتالي هذا الهرمون اللي هو ناتج عن العصبية والمشاكل هذا راح يخفف من الإحساس بالجوع خاصة لدى النساء. فنشوف دائما إحنا إذا نركز على بعض الأشخاص اللي دائما متعصبين وأعصابهم تعبانة و24 ساعة نكد ومشاكل، يشوفوا إن هم يتمتعون بنحافة أو ضعف كلش كبير، هذا دليل على عدم إحساسهم بالجوع إطلاقا. نختم أحداثنا اللي احتلت الترند أنا وياكم لهذا اليوم مع إيلون ماسك. سيكون هناك 10 مليارات روبوت تعمل بالذكاء الاصطناعي بهيئة بشرية بحلول عام 2040. اليوم احنا الذكاء الاصطناعي الصراحة دي يوجهنا لمستقبل جدا مظلم. نشوف انه اغلب اصحاب الاختصاص واصحاب الوظائف بدأوا يفتقدون عملهم او يفقدون عملهم بسبب تعيين روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي، فهذا ممكن تودينا لمستقبل جدا مظلم وتنتشر البطالة بشكل جدا كبير حول العالم. من بعد أخبار أكيد مواقع التواصل الاجتماعي اللي احتلت الترند على بعد 24 ساعة، خلينا نرجع لمواضيعنا الرئيسية لحلقتنا لهذا اليوم. موضوعنا الرئيسي الآخر واللي هو جدا مهم، دور الشباب في الإعلام المعاصر. اليوم أريد أعرف شنو دور الشباب يعني بالإعلام أو بأصحاب المحتوى. أكيد راح نعرف باقي التفاصيل من خلال ضيفنا الضيف فاطمة العتابي. فاطمة العتابي إعلامية، اليوم راح نعرف أو نكتسب أيضا بعض النقاط والأسس المهمة شنو دور الشباب من ناحية الإعلامية أو من ناحية المحتوى اللي يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي. خليني أرحب بضيفتنا العزيزة فاطمة، نورتينا ونورتي مورنينج لايف كل الهلا، تفضلي استريحي. الله يخليك. شنو الأخبار؟ إن شاء الله بخير. فاطمة اليوم أريد أسألك بعض الأسئلة حتى نعرف شنو دور الشباب من بالإعلام المعاصر تحديدا. كثير من الناس يفتقدوها أو ما عندهم معرفة، أو هو شاب نفسه اليوم ممكن شون أني أكون محتوى أو شون أني أثبت دوري من المحتوى الإعلامي أو أيا كان. فأريد أعرف كيف يساهم الشباب اليوم في تطوير المحتوى الإعلامي المعاصر. أكيد اليوم إحنا نتوجه للشباب لكون هم الذروة الحقيقية في بناء هذا المجتمع، ومثل ما تعرفين الإعلام كرسالة إسلامية، كرسالة هادفة تهدف في كافة المؤسسات الإعلامية إلى توصيل رسالة للجمهور. أنا من عندي جمهور مستهدف أوصل له رسالة
فهذا الرسالة ممكن تختلف عن الرسالة الأخرى. دور الشباب في توصيل هذه الرسالة راح تكون أنه أنت كشاب عندك موهبة، عندك كاريزما، عندك شخصية، من تفوت للإعلام أو تدرس الإعلام لازم تكون على قدر شجاعة وجراءة، لأن الإعلام ما يريد لواحد خايف مرتبك متلعثم، لا جراءة راح تكون. فأنت راح تشوفين أنه بالإعلام مثلا الإعلام الحربي مثل شيرين أبو عاقلة الله يرحمها أو وائل دحدوح الله يرحمهم، هذول كانوا أكثر جراءة أو أكثر شجاعة في ماكو الإعلام، ماكو خوف. فهذا اللي لازم يتخذ الشباب، بأي مشكلة بالضبط، هذا اللي لازم يتخذ الشباب، لا يكون متلعثم ولا يكون أقل شجاعة ولا يكون أقل جراءة، لأن الإعلام يريد لفد جراءة فشجاعة وفد موهبة وفد كاريزما مثل ما قلت لك وشخصية. يعني هذه الأمور أساسيات اليوم أي. حتى أني يكون عندي دور مهم من ناحية الإعلام المعاصر ويؤدي به الرسالة اللي هو يريدها. فاطمة أريد أعرف اليوم كيف أني أأثر على مواقع التواصل الاجتماعي في دور الشباب. اليوم أريد أعرف دور الشباب من ناحية مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أني أتأثر اليوم أو كيف أخلي المشاهد أو رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتأثرون بي. بالضبط، اليوم عندنا احنا شبكة الإعلام الرقمية أكثر من الوسائل التقليدية الصحفية الأخرى اللي كانت بالسابق، هذه اندثرت أو انقرضت بمعنى أصح، ما قام أحد يستخدم الجريدة أو الجريدة أو الإذاعة، حتى الإذاعة والتلفزيون يعني قل اللي يشاهدون هسه. هسه شنو؟ هسه احنا عندنا الإعلام الرقمي، أي شخص ممكن عنده هدف، عنده فت خطة معينة إعلامية يريد يوصل رسالة يمشي عليها. اليوم عندك التيك توك، عندك الفيس، عندك الأنستا، هذه راح تمشي. هذه المواقع التواصل يعني أثرت على دور الشباب؟ أكيد، يعني هسه عندنا تيك توك أكثر شيء، أكثر مشاهدات عدش، يعني ممكن انه الشاب انه منصة التيك توك اكثر منصة فعالة بالعالم. نعم، الشاب من يقول اني والله يتحجج انه ما عندي قناة تحتويني، انت عندك التيك توك، عندك خبرة، عندك مهارة، عندك كاريزما، عندك شخصية، اشتغل على هذا، سوي لك خطة، عدفد موضوع مؤثر توعوي ممكن يستقطب الجمهور، يكون الى مشاهدات عالية، ابدي بي. ليش دا تقول انه انت دا تتكاسل ماكو قناة تستضيفني؟ لا تعتمد على القناة، ممكن اكو فيها فرصة وممكن لا، لكن دا نشوف انه بعض الشباب اليوم دورهم الفعال يعني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي واصحاب محتوى جدا هادف ممكن يفيدك، ممكن يفيدك، ممكن يفيد المتابع والمشاهد، لكن اليوم ضايع داخل هذا الفضاء المفتوح اللي هو صح. منصة التيك توك اختلطت بشخصيات، يختلط الأخضر واليابس، هيك نقولها احنا عامية، التافه والهادف اختلط للأسف. اليوم المحتوى الهابط بدأ يعني يتأثر بالمشاهد نفسه، وخاصة الفئة العمرية اللي هم أصغار المراهقين. فاليوم احنا إذا نقلب بالتيك توك ما نشوف أي محتوى هادف للأسف، صح، ممكن مشاهدات قلت، أو ممكن بعض المشاهدين يقول لك هذا ما راح استفاد من عنده، يقلب المنصة. فاليوم أنا إذا صاحبة محتوى هادف شون أنا راح أأثر، شون راح أخلي ممكن أنه المواطن يتابعني أو يتأثر بي؟ أختار الموضوع الناجح، أختار الموضوع اللي العالم يشوفه. ممكن أكو فئة تقول إيه هذا موضوع ناجح أو ثقافي ما حد يباوع له، الكل يشوف الترفيهي والتافه، مع احتراماتي للجميع، هسه التافه هو اللي ماشي، الهادف والثقافي ما ماشي، لكن انت اكسر هالنمطية، حاول. ما نقول انه ماكو احد يتابع، لكن اكو، احنا اليوم الناجح يسقطون بي ايه هذا هيك، ليش؟ لان يشوفوه ناجح. نعم، لكن المحتوى الهادف يطش، التافه يطش. زين انت اكسر هالنمطية وهذه الصورة اللي مو حلوة وابدي من يمك، راح تحقق شيء، راح توصل للهدف. اظل انه ثابت على الاداء او المحتوى اللي اني ماخذه، ما اخلي المحتوى الهابط لا ممكن لا تنحاز، لا تنحاز، كن حياتي ياخذني لمستقبل مظلم او ما الى اي نتيجة. هو الاعلام مهنة المتاعب. نعم، فانت لا تكون منحاز للمتاعب والاخطار اللي راح تواجهها في مهنتنا، لا، كن حيادي
تكون بصوره منطقيه امام الجمهور المستهدف. يا ريت اليوم كل الشباب اليوم ياخذون هذه الرساله من حضرتك فاطمه، لانه للاسف انا مثل ما ذكرت قبل قليل انه حتى اصحاب المحتوى الهادف اللي كانوا سابقا يقدمون فد نصيحه او فد معلومه مفيده ممكن تفيدنا احنا، انت بقدراتك البسيطه سويها، ممكن انه ترك الميديا وخلص يعني ايس. زين العفو فاطمه، اريد اعرف شنو هي التحديات اليوم اللي يواجهها الشاب أو الشباب بصورة عامة من يدخلون لمجال الإعلام المعاصر؟ أكيد كل واحد يمر بتحديات ومشاكل، أكو قسم من عندهم ممكن أنه يأيس يترك الميديا، وأكو قسم لا ثابت على الإرادة. أريد أعرف شنو التحديات اليوم اللي يواجهها؟ طبعا إحنا في ظل اليوم شبكة الإعلام الرقمية مثل ما قلت لك اللي هي عبارة عن صندوق من التواصل الرقمي، الأنستا والفيسبوك والتيك توك والإنستغرام، هذه بكافة الفئات، المحتوى الهادف والمحتوى التافه، أنت شو راح تتميز بيه؟ شو راح يكون عندك خطة عملية تمشي بيها؟ أكيد أنت ما راح توقف عند حد معين، والله اليوم انتقدوني، لا، أشوف التعليقات السلبية والإيجابية، أدرس عليها، ليش هذا إيجابي وليش هذا سلبي؟ ليش ما أني أحسنه؟ الممكن التعليق السلبي ممكن أنا أحسنه، أني من إعلامي وعندي يعني كافة أدوات الإعلام، الإعلامي لازم يكون رحاب الصدر، يتقبل كل شيء، السلبي والإيجابي، يتقبل الانتقاد. لكن أول انتقاد أنت راح تخسر. أكو بعض الأشخاص يتأثرون حتى نفسياً، هذول أشخاص حساسين ويدخلون بمود الكآبة من يواجهون أي تعليق سلبي، وتلقي 24 ساعة يدور بالتعليقات، وأكو قسم من عندهم لا، يعني عنده إرادة جدا قوية. يعني أهني البعض يعني من يشوف تعليق سلبي صحيح يصير عنده فضول وتساؤلات بداخله، أريد أعرف شنو اللي خلاه يكتب هذا التعليق. صحيح. أما فئة من يعني فئات معينة من رواد السوشيال ميديا من يشوفون شخص معلق تعليق سلبي يتأثرون بتعليقه، حتى لو ما شافوا شيء سلبي بالمحتوى لازم يعلقون يمشون على المسيرة. هذا الشيء خاطئ برأيك؟ أو أنا اليوم إذا أريد أنطي كومنت على أي محتوى كان، يعني لأي محتوى أنا أتأثر بالتعليقات أو بالميديا، وهذول الناس أنا كيف ممكن أوجههم فد رسالة حتى اليوم تكون عندهم معرفة وثقافة؟ وأنت عندك اليوم الجمهور مو كله مثقف، عندك فئات ومستويات، أكو ناس مثقفة، أكو متوسطة الثقافة، أكو فد مرة معدومة أمية، فأنت شو راح تتعاملين وياهم ذولا كلهم؟ زين الشام، أنت مثل ما قلتي التعليق السلبي راح يمشون عليه، نعم الجمهور أكيد راح يمشي وراء التعليق السلبي، إيه راح يأخذ رأس مال مثل ما نقول إحنا بلهجتنا الدارجة. إحنا شو نسوي؟ عادي إذا هو كان تعليق سلبي وأخذوا رأس مال، أنا عادي، أنا عندي ثقة بنفسي، أنا عندي شخصية، عندي ثقة بنفسي، وجهي رسالة للمتابعين. ليش هذا التعليق السلبي بيأثر علي؟ إن اليوم لا تتأثرون ليش؟ لأنه أنا عندي جمهور مستهدف مو كله نفس الثقافة دا أشوفه، أكو مختلف الثقافة، فأتعامل وياه حسب عقليته. نعم. هيك إحنا اللي متواصلين إلى أتعامل وياه حسب عقليته. أوكي أنت تعليقك سلبي خلاص. هو هذا الصحيح. باكر عقبة من يشوفني انجح انجح وتواصل ممكن راح تتغير النظره، ممكن راح تتغير فكرته، نعم. يقول اه شنو انا يعني غلطان، فكره سلبيه عن هذا الشخص ماخذ والله ماخذ نظره خاطئه اتجاه المحتوى، او ممكن تاثرت ببعض الكومنتات السلبيه. انا كلش اشكرك فاطمه العتابي، شكرا جزيلا، اتمنى لك نهار سعيد، وشكرا على وجودك ويانا وعلى الخبره والاساسيات اللي اليوم خليت احنا نتمتع بها، وشكرا على الرساله اللي وجهتيها لنا وللمشاهدين. شكرا لك يا فاطمه، نورتينا، نهارك سعيد ان شاء الله. اكيد من بعد دور الشباب اللي هو جدا مهم من ناحيه المحتوى او الاعلام او تاثيرهم اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، خليني اخذكم الى موضوعنا الثاني والاخير. هل توجد
فرص التمثيل للشباب في العراق تحديدا، اكيد راح نعرف بعض المعلومات ونكتسبها ايضا من خلال الضيف جلال الرسام اللي هو ممثل. خلينا نرحب بجلال ونتعرف على حضرتك. مساء الخير والعافية. ماكو صباح الخير، احنا هسه بدينا بالمساء، فترة المساء نورتنا. شلونك؟ ان شاء الله بخير. والله الحمد لله، نورتنا ونورت برنامج مورنينج لايف. اليوم هذا الموضوع جدا مهم، اللي هو فرص اللي حصلوها الشباب من أي جانب، من جانب الحياة، ممكن أنه من جانب الطبي، من الجانب التمثيلي أو الرياضي. ونشوف أنه ما شاء الله إحنا كعراقيين كبلدنا اليوم عندهم طاقات شبابية جدا خيالية ما شاء الله عليهم والله يحميهم. فأريد أعرف الممثلين الشباب هل أخذوا فرصهم اليوم لو بعدهم يعانون من قلة الفرص أو الظروف؟ أول شيء مساء الخير عليكم. مساء العافية عليك. أحكي لك أول شغلة عن نفسي مربوط بهذا المجال. نعم. أنا درست مؤسسة أمريكية. ما شاء الله. تمام. أخذت الأول على 7 دول عربية والثالث على كندا من مؤسسة جود العربية ومؤسسة ذروك الأمريكية. تمام. ممتاز. فما حبيت أشتغل بالخارج، لأنه أنا بلدي يعني شغال ولامعين، يعني إحنا من زمان بهذا المجال. قلت أجي العراق وأشوف. أجيت ماكو أي فرصة. حتقولي لي ليش؟ اشتغلت مسرح. نعم. المسرح اللي هو يقوي الشخص ويطلع من عنده إصرار وعزيمة. تمام. ممكن يشجع أيضا للتمثيل. نعم. أجيت لكوني مدرس صرت بالتمثيل. بقيت فترة وراها حولت لمجال السينما. نعم. لأن المسرح مجرد حاليا المسرح عندنا تعبان بالعراق، فحاليا أنه بس توصل فكرة أنه أنت تقوي نفسك وتبدي بالسينما. دخلت بالسينما. السينما عبارة عن فلان وفلان، ممكن من صلة القرابة أو المعارف. مو ست اكو شيء اسمه انه مو بس معارف واقارب. نقول احنا اليوم كشخص ماديات. تمام. اذا حبوا حضرتك تمام صعدوك. انا بذاك العام مشتغل ويا اكثر من مخرج 13 عمل. تمام. ما شاء الله. نعم. من ضمن هاي ال 13 عمل يم بس اللي انا كشخص ارتاحيت بيها ككادر، كمخرج، كمدير إنتاج، كمن كل النواحي، اللي هو أذكر أسامي كمخرجين. نعم. لا بدون ذكر حتى لا يصير المسلسلات تحسف. لا لا. نعم. المسلسلات اللي أنا ارتاحيت بيها كناس. نعم. متواضعة وناس زينة، اللي هي مسلسل وطن بدون. نعم. فأغلبها. وكذلك اشتغلت مع ناس أخرى ما كانوا أي تقدير لهم لكوني انه انا ممثل. انا اليوم صاحب شهاده، انا ما جاي هيك. يعني من تجيب شخص مدارس و دارس ومختص او داخل اكاديمي او موهبه، يعني انت مع الممثل الاكاديمي او اللي عنده موهبه يدخل. تمام. لعالم التمثيل ويا الاثنين. انا بس مو اجيب شخص هو مو يم التمثيل نهائي. أنا اليوم مو بس ممثل، يعني ما ممثل سابقاً. ما ممثل سابقاً. أول مرة إلى. نعم. ومن يمثل ماكو أي، يعني ما تحسين شيء جذبك إليه. هذا واحد. اثنين، أنا أحكي عن نفسي، أنا ممثل ومطرب ومخرج. تمام. مخرج مسرحي. نعم. ما نزلت أغنية. ليش؟ ليش؟ ما حافظ مقامات. شلون أنا أنزل شيء وأنا ما متأكد من نفسي؟ العالم اليوم أنت تسمع شيء شجر. احتفظت بالجانب اللي أنت تبدع به. اللي واللي انت عندك هوايه ودارسه. نعم. وماخذ يعني مكتسب من عنده خبره. نعم. تعرف ممكن اني كيف ادي هذا الدور، شلون انطي هذا الدور. نعم. الصاحبه. نعم. للاسف يعني احنا من ينزل عمل على مواقع التواصل الاجتماعي نشوف بعض الشخصيات هي اصلا مو يم التمثيل، يعني عندها يعني اختصاص، يعني اصحاب اختصاصات اخرى.
لكن اذا ندخل للكومنتات نشوف انه بعض الرواد السوشيال ميديا يقولون انه اليوم الفلان يعني بدون ذكر اسماء بعيد عن نعم. ذكر الاسماء يقولون انه الفلان اليوم دخل بعالم التمثيل نعم باقي الطلبه اللي دا يدرسون واللي داخلين اكاديميه واللي اللي تعبانين على نفسهم واللي تعبانين على نفسهم واكل يوم ممثلين نفس حضرتك بس نعم. هم ما عندهم اي فرصه ماكو وشغله ثانيه انه اذا كنا بالمسرح فاكو هوايه من المخرجين والممثلين يعني الشباب اللي يريد يوصل واللي يريد يساعد المواهب من ضمنهم شاعر مصطفى هو شاعر بس يحب يساعد المواهب شاب تمام نعم. وشخص ثاني همين حمودي المميز اعتقد محمد هلال كلهم شباب اوجه لهم تحيه طبعا نعم. يحبون يساعدون وانا كشخص همينه بس ماكو اي نتيجه المسرح ما حيصعد بروفيشنال شيء انه احنا مقتنعين به احنا اليوم نريد كسينما نريد نشتغل جلال يعني هذه موضوع يعني جدا مهم يعني كونه انه مثل ما ذكرت انه بعض الطاقات الشبابيه تفتقد لوجود فرص داخل بلدها نعم. احنا جلال خليني انا وياك نروح الى استطلاع اكيد عدى ان زميلنا علي خشان خلينا نعرف اراء المواطنين العراقيين بفرص التمثيل او اي فرص من الجوانب الاخرى للشباب في العراق تفضل اليك علي الجو حياكم الله مشاهدينا الكرام مشاهدي برنامج مورنينج لايف استطلعنا لهذا اليوم بخصوص هل توجد فرص تمثيل للشباب في العراق فخليكم يعني معرفة أراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع بالأحرى بشكل عام بالعراق لو نجي نشوف اكو يعني فن قاعد وخصوصا بالاونة الاخيرة لكن لو نسأل انه هذا الفن مسلط عليه من هذا مسلط على مجموعة عوائل جروبات تيمات قاعد تصير قاعد نتخرج ستروح المعهد الفنون الجميلة ما شاء الله بي الموسيقيين الممثلين اكو مسارح اكو لكن تبقى مسألة العلاقات تدخل بها امور محسوبية وهاي الاشياء يعني قاعد نشوف انه احنا واحد من الناس ثاني بجهودي الخاصة يعني حتى اصدقاء ثاني عنده صديق يعني موسيقي وصديق ثاني مسرح نروح نصور يوم جسر الشهداء ولا واحد يجيك ولا واحد ينطيك اهمية يعني مضاف الى ذلك مثلا تجي مثلا تقول الفن هم ما تنبي قطاع خاص وتعرف حكومة وهالامور حتى القطاع الخاص مستحوذين عليه شخصيات فهاي الفترة الأخيرة يعني مدى نشوفه احنا هاي الطاقات يعني أكثر الممثلين اللي هسه موجودين مع الساحة هم خريجين هاي المعاهد هسه بعد مدى نشوف يعني هيش طاقات دا تطلع السبب لوش يعني مع الوزارة للوزارات فلازم أكو فد علة بهذا الموضوع فالعلة لا شوف الفرصة للشباب ضعيفة ضعيفة كلش وهذا الأسباب يعني إحنا ما نعرفها بصراحة هي أكو عالم سيطر على وزارة الثقافة على المسارح على الأقلام كلها يعني وايا شباب شوف شنو قابل يمثلون ما يمثلون هسه ما مسارح كلها انلغت السينمات كلها انلغت موجودة هي المسارح ما مسرح الرشيد موجود وين قليل وين أكو شان قابل المسرحيات يعني شوف فرصة الشباب ضعيفة بالتمثيل ضعيفة فهد مرة والله بس مصوش مو من عندهم مصوش من الناس النفذة يعني بالشغلة يعني مصوش مو من عندهم يعني أكو أشخاص ممثلين متكررين دائما احنا نشوفهم كل موسم او كل رمضان او يعني اغلب التمثيل يصير احيانا بمحصور بموسم رمضاني يعني اغلب التمثيل فعندنا دراما شويه ركيكه وضعيفه دائما هاي الشباب شلون بالنسبه للشباب يعني اكو بعض معتمد على نفسه على طريق السوشيال ميديا وكونه مشروعهم الخاص او شلون يعني اقول لك كل واحد وكاريزما عنده يمثل مشروع له شخصي وقسم نجحوا وقسم ما نجحوا بهذا الشيء وقسم من الممثلين ما لقوا فرصة الشباب هم اتجهوا للإعلانات مشاهدينا الكرام مثل ما استمعنا لآراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع فلهنا ينتهي استطلاعنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتي وهذه عودة الزملاء باستديو مورنينج لايف شكرا لك زميلنا علي خشان على هذا الاستطلاع جلال احنا سمعنا كثير من الآراء آراء المواطنين كل شخص بصير. اليوم عنده رأي وعنده فد نظرة معينة تجاه هذا الموضوع سمعنا أحد المتحدثين يقول لك الدراما بالعراق جدا ضعيفة وممكن تكون محصورة فقط بفترة رمضان أو اليوم اللي عنده موهبة ويريد يعني يدخل عالم التمثيل ممكن يستخدم الميديا أول شغلة اللي هي الدراما أنه ضعيفة لأنه مدى يجيبون صاحبين الاختصاص أصحاب الاختصاص لو يجيبوهم بالمكان الصحيح اي شغل تخليه بالمكان الصحيح
يطلع ناجح، هذا واحد. زين جلال، اليوم السوشيال ميديا يعني تقدر تساعد الشاب انه يدخل بساحة او عالم التمثيل؟ للأسف انه السوشيال ميديا حاليا المحتوى الهابط الصعدة. نعم. زين برأيك ليش؟ ما اعرف سياق البرنامج، العالم هي هيك تحب، بس اللي دا اشوفه انه هواي شباب ينزلون سكتشات يعني مشاهد قصيرة، واني من ضمنهم. يعني انت اول ما دخلت بعالم التمثيل انه انت دخلت عن طريق السوشيال ميديا؟ لا 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 لا، انا وراها دخلت على السوشيال ميديا، تمام، حبيت اجرب هذا الشيء. يعني اول دخولك لساحة التمثيل تمثلت يعني اديت دور؟ اي نعم. من بعدها اتجهت الى الميديا دراسة وراها دور؟ نعم، بسبب انه ماكو فرص توفرت لك بالعراق، صحيح؟ نعم نعم. زين اريد اعرف شنو ابرز الاعمال التلفزيونيه اللي شاركت بيها، وهل انت كنت راضي على نفسك من دخلت هذه الادوار؟ اي صحيح، مسلسل الوطن وطلعت بيها ضيف شرف، تمام، بس هذا العمل عندي مختلف عن الباقيين كلهم. شلون؟ شنو السبب؟ اذا ترتاحي بسياق العمل حيكون انتاجك جيد. صح، يقول لك اليوم انت العمل اللي تحبه ممكن تبدع بيه. أي. حتى لو اجوره مع انه اتاذيت. نعم، من اي ناحيه؟ بالمشاهد اتاذيت. تعرفين التمثيل فيه شغلات صعبه، بس عندي كانت شيء جدا رائع وحلو. اريد اسالك سؤال جلال، برايك اليوم الممثلين اللي سبقوك بتجربه التمثيل، نعم، هل احتضنوا الشباب وساعدوهم بتكوين شخصيتهم امام الشاشه؟ الصدقين اذا اقول لك من الفئه مالتي ماكو اي ممثل اخذ فرصه، يعني ما ساعدوهم، اكتفوا انه احتفظوا بالفرصه لهم من نفسهم. الشخص انا اجيبه، طبعا اكو ناس يعني بالكادر كل شيء يطلع من يمهم. نعم. الممثل جلال الرسام، أنا جدا أشكرك لوجودك ويانا بحلقتنا لهذه اليوم، جدا استمتعت بالحوار مع حضرتك، أتمنى لك نهار سعيد مع ألف سلامة. كل الشكر والتقدير لحضرتك. العفو، أهلا وسهلا، نورتنا كل الهلا. أكيد مشاهدينا وصلنا أنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى استفاديتوا من المعلومات واكتسبت الثقافة والتوعية خاصة في موضوع الفحوصات المبكرة لسرطان الثدي. أتمنى لكم نهار سعيد إن شاء الله، مع ألف سلامة.